اول حاجه عايز اعملها عاوز اقفل الكلر بتاع الارضيه، بس قبل ما اقفل كلر الارضيه عايز احل المشكله دي. لو خدنا بالنا انا عندي هنا مشكله صعبه، الهالي هي دي. شايفين المشكله دي؟ مشكله فعلا 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 رخمه. تمام، طيب دي تتحل ازاي؟ تتحل ان احنا نقطع هنا او نعمل زي ماسك، والماسك ده نعمل له فيزر. بس هنقطع ازاي؟ يعني انا لما اجي ارسم ماسك انا الماسك هيعرف منين مكان الارضيه دي؟ ده انا شغال على كاميرا وعلى 3D. ده بقى فايده الكام نال دول. طبعا المفروض كنا عملنا نال على الارضيه بس انا نسيت، بس محلوله اقرب نال يعني مسطح على الارض اللي هو بتاع البول، لان البول هو تحت شويه. فلو احنا رحنا خدنا لير نيو سوليد وهسمي دي جراوند كتر، هسميها جراوند كتر وهقوم مديها اوكي. تمام، هي سوليد سودا مش مشكلة، بس انا هخلي السوليد دي ابيض مش اسود. تمام، بالشكل ده كده. وهاجي على السوليد دي وهحط لها ماسك اليبس تول، دبل كليك كده وهحط لها اليبس تول ده، ودبل كليك واصغره شوية كده، وبعد كده اف واقوم مديها فيلر. طبعا بعدين انا هسكيل دي، بس مش هيبقى عندي مشكله في السكيل، انا خلاص عملت الفيزر بتاع الماسك. بعد كده اضغط اف 4 وهات، اول ما هتضغط 3 دي ما تتخضش لانك مش هتلاقيها قدامك. السلامه. تمام، زي ما قلت ده فايده النالز. خد الجراوند كتر واربطها بالبول انيميشن نال كده، انا ربطتها بيه. لو رحت ضغطت بي عشان اجيب البوزيشن، شيفت مع ار عشان اجيب الروتيشن، وخليت كل دي صفار، هتيجي تلزق مكان النال. لان لما بتدي صفر وانت عامل بيرنت بيبقى القيمه دي قدامك صفر، لكن هي ريليتيف للبيرنت. من الاخر يعني لما بتعمل 0 0 0 كانك بالظبط بتحطه فوق البيرنت. فانا هقول له 0 بوزيشن اكس واي زد. تمام، فاضل لي بعد كده الاورينتيشن بس. بس ايه التغيير ده؟ اي 3 دي لاير في الافتر افكت لو في لايت هتحس باللايت، وانا مش عايز يتحس باللايت. تمام، طبعا انا عندي 3 لايت فهي شايفاهم بدليل اللايتس رمي عليها. فانا عايز اروح هنا واضغط، عارفين حرف الاي اي اي ورا بعض. فينا عندك اوبشن اسمه اكسبت لايتس، هقول له اوف بس خلاص رجعت زي ما كانت. اكسبت لايتس اوف. طب اكسبت شادوز برضو اوف. تمام وشكرا خلاص. هات بقى دي ونزلها تحت سنه لغايه ما نشوف الارضيه. افتكر هنا كده تمام، محتاجين ممكن افتكر ممكن هنعمل سكيل كده بحيث اطلعها بالمنظر ده. تمام، هات بقى البتاع اللي انت عملتها دي حطها فوق الجراوند كده، هي بقت هي والارض حته واحده، بقت هي والارض حاجه واحده. روح على الجراوند اضغط اف 4 وتعالى هنا للمات، هتقول له الفا انفرتد. اسف ايه يا عم، في ايه تاني كده؟ السكيل بتاعها اكبر من الارض. تمام، انا برضه انا عمال بقول هو الافتر هنج ولا ايه، لان هي المفروض تبقى الفا مات.
الفا مات يعني انا بقول للارض تبقى في نفس المكان اللي فيه اللون، تمام. وعلى فكره هي المفروض لوما مات برضو تشتغل. اه بالظبط، يعني انا بقول برضو هنضغط اس. وهنا بقى الجميل ان انت عملتها لير. انا كنت احنا كنا ممكن نعمل ماسك على طول، بس الحلو بقى في انك انت عملت دي لير، انك انت تعرف تتحكم في السكيل، تكبر تصغر، تمام. مثلا انت عاجبك السكيل ده، نضغط اس نصغر دي شويه كده اهو الارض من هنا، يعني شيل كده من هنا بقت تمام. لكن انت من هنا عايز تظبطها شويه، بس انا مش عايز اصغر عن كده، بسيطه. مش انت عندك النقطه بتاع الماسك اهي، هات دي لجوه شويه بس من غير ما تصغر الماسك كله. وبالشكل ده حليت مشكله الارض. وانا ممكن حتى كمان اضغط اف وازود الفيزرنج بتاع الماسك، بس مش قوي بقى عشان لو زودته قوي هيرجع تاني. انما كده خلاص انا عملت بلند. لو انا حطيت اي باك جراوند دلوقتي هلاقي الدنيا تمام اهي بالشكل ده. نرجع زي ما كانت، تمام. هنلاقي دي بالشكل ده كده، حلينا المشكله. وكأن احنا كنا عاملين لايت في سينما، واحنا ولا كنا عاملين لايت في سينما ولا كنا عاملين اي حاجه، تمام. نيجي بقى للجراوند نفسها. و في بلجن حلو قوي انا مسطبه اسمه اف اكس كونسول. لما تعمل له سيت اب، انا برضو هرفعه لكم. لما تعمل له سيت اب، مجرد ما تعمل له سيت اب هو يتسيت اب لوحده. قول له بس انه يروح في افتر افكت 2017 في ويندو، هتلاقي ده اسمه اف اكس كونسول، تمام. بمجرد ما تشغله هتلاقيه بالمنظر ده كده. الشورت كات بتاعه عشان تجيبه انا عامله كنترول مسافه. ده بقى بيسهل عليا ان انا اكتب الافكت وانتر انزله، تمام. الافكت لو انت عايز تعرف تستخدمه ازاي، ادخل على موقع فيديو كوبايلوت وهتلاقي تيتوريال عام عنده اسمه اف اكس كونسول. شوف التيتوريال ده، فيديو كوبايلوت دوت نت. شوف التيتوريال ده هيعجبك جدا، هتعرف تستخدمه ازاي. بلجن حلو قوي بيسهل الورك فلو بطريقه فظيعه. انا هستخدم كم مره من هنا، وبعد كده هبدا اشتغل بالكونسول. هاجي هنا واحط كيرفز دبل كليك هنا وهسحب الكالر من الارض بالشكل ده كده. وهحط اكسبوجر. اكسبوجر اسرع، هياخدهم لي بالظبط. هيسحب الإضاءة بالظبط بالشكل، مش قوي لأن أنا هحط كونتراست فهتطير، تمام. دي نقطة. النقطة التانية، أنا عايز أخلي الأرض إلى حد ما مايلة ل مايلة للبلو شوية، فأنا هروح للريد تشانل في الكيرفز وهسحب الريد تشانل شوية كده، هسحبها كمان شوية، وهروح بعد كده للبلو تشانل وهطلع البلو تشانل. زي ما احنا شايفين احنا بنعمل سبيسيفيك كلر كوركشن. احنا كل الكلر ده على الارض، ما جيناش جنب التكست خالص، تمام. ما جيناش جنب التكست نهائيا. جميل. هاجي برضو هنا على التكست بلوك، تمام. وبصوا كده، لو حطينا اكسبوجر بصوا بيقل منين وبيزيد فين؟ هنا. طب اشمعنى؟ لان لو تفتكر التكست مقسومة اتنين، ده وده، تمام. فانا التكست بلوك دي دلوقتي اصبحت، لو جينا عملنا كده، دي ممكن نسميها تكست كلاس او تكست ميتال، تمام. فانا هخلي اكسبوجر ده عليها، لان انا هرفع الميتاليتي بتاعتها عشان ازود البلاس لوك. بعد كده اروح للور تكست اكسبوجر تاني، المره دي هسحب الكالر تحت
اكسبوجر تاني على الابر وبرضه هسحب شايفين بقى الفرق اللي فوق عامل ازاي. تمام ممكن اطلع التكست كلاس دي فوقهم، لا انزلها تحت. ليه بقى؟ ما هي لو طلعت فوقهم هيبقى دي ودي معاها، لان البلوك ده واخد الحته دي كلها. اما لو فضلت تحت فاللي فوق دول الاتنين دول حاجزين الجزء ده والجزء ده، اصبح اللي فاضل هو الجزء ده. فلو انا جيت على تكست جلاس دي انا حط اكسبوجر، ممكن احط كمان مثلا افكت زي راديال فاست بلر مثلا، واديله مثلا اماونت كده، وسكراتش لا ممكن اخليه ستريت زوم، هيديني افكت ظريف بصراحه. ممكن اخليه فيدنج زوم، الافكت ده مع الحركه جبار. تمام كده ازود، بس انا مش عايز ازود قوي. تمام انا عايز اخلي بس يا دوبك حاجه بسيطه، وخلي بالنا ان هو طالع من هنا، طالع من هنا ليه؟ لان الافكت ده طلعهم من ورا. طيب انا محتاج افكت تاني بيشتغل على الحتت اللي فيها لايتنس، بس افتكر انه الراديال فاست بلر. الراديال فاست بلر بصوا اشتغل على ايه، هيشتغل على دي فقط. لو احنا عملنا كده هيشتغل على حاجه زي دي، ولو خدناه لورا كده افتكر هناخد افكت ظريف قوي عند الايدجز، ونخلي الاكسبوجر بعده. انا افتكر ان انا هشيله عشان يعني هيطلع لي من هنا حاجات مش ظريفه بعدين لما احط الجلو والكلام ده كله، هلاقي جلو على الـ على الـ على الايدجز، وانا مش عايز جلو على الايدجز. لكن انا لغايه كده الدنيا كويسه جدا. عشان نشوف بس حاجه ونطمن عليها، لو انا رحت هنا عملت كنترول الت واي عشان احط ادجستمنت لاير، وجيت هنا حطيت كيرفز، الكونتراست النهائيه هتبقى كده وكده. فانا لو كنت ضلمت دول اكتر من كده كان هيبقى منظر مش ظريف. تمام فانا هشيل دي عشان بس تبقوا متصورين انا عملت كده ليه. طيب نيجي بعد كده عايزين نحط جلو على البتوع اللي جوه دول اللي هو الازرق وده. طب الجلو اتحط هنا؟ ممكن على طول واحد يقول لي طب ما هو احنا عندنا هنا باص اللي هو مين، اللي هو الريد ستروك اللي هو ده. تمام احنا على طول ممكن نحط على ده، يعني ممكن اقول له كده واقوم قايل له جلو انتر اهو، صح ولا غلط؟ صح وغلط. هو هنا ماشي هيمشي وهيديك المنظر وتمام، بس خلي بالك ان انت عايز تحس ان ده تحت الازاز مش فوق الازاز. فانت الاحلى كنترول اكس شيل ده خالص، خش جوه الكومب دي. تمام خش جوه الكومب دي، واللي هتعمله انك هتعكس ترتيب الاتنين دول. هناخد الباصص تبقى هي اللي فوق تمام، ونخلي ده نورمال، والباصص دي تمام هسيبها زي ما هي كده، او ممكن اخليها حاجه زي اوفرلاي، او ممكن اخليها سكرين، لا هتبقى مش اللي هي، ممكن لايتن حاجه بالشكل ده كده. تمام
ضيف الجلو هنا، اعمل كنترول الت واي وحط الجلو. لو رحت هنا هتلاقي الجلو مسمع والدنيا تمام. بس دي انا هخليها سكرين. تعال بقى على الجلو هنا، هنقلل ده شويه، هنزود ريدس شويه يا ربي، ونقلل ده سنه، وريديوس هيزيد سنه. نرجع هنا هنلاقيه بالشكل ده. لو جينا هنا تاني ممكن انا اديله كالرز، وده الاحسن. هروح لاوريجينال كالر، هقول له A and B. هناخد الابيض ده هيبقى اللون الفاتح، وده هيبقى الكالر الغامق شويه. هنا انا ممكن انزل بالثريشولد تمام، وانزل بالريديوس شويه صغيرين بالمنظر ده كده. ممكن اعمل دبليكيت للجلو ده زي ما انتم شايفين بقى. ده كده الجلو اللي كان، لا اقول لكم حاجه، تعالوا نزود ده كده بحيث يبقى ده هو الجلو الوايد او الواسع تمام كده مثلا، ونزود الريديوس بتاعه. مش قوي. اما ده فتعالوا نقلل ده كده الراديوس صار شويه دي. لو جينا هنا هنلاقيه بالمنظر ده كده. طيب عايزين نخلي ده يمكن اشد كمان من كده. روح هنا حط اكسبوجر ونزود الاكسبوجر. ممكن تحط الاكسبوجر ده هنا، وممكن تحطه بين الجلو الاولاني والتاني، وده احلى تمام كده، بحيث احافظ على الكالر بالشكل بالمنظر ده كده. لو رجعنا هنا هلاقيه الشكل اللي احنا شايفينه ده، وكأنه تحت الازاز. لو خدت بالك الجلو فوق محجوز هنا، لو كنا حطيناه هنا كنت لقيت الجلو ده فوق الازاز ده تمام كده. عملنا الجلو ده، فاضل اللي هو التاني. التاني برضه هيبقى سهل جدا، ممكن اخد دي على طول كنترول سي اللاير دي نفسها، وهروح هنا للبلو ستروك تمام، وكالعاده والله ممكن اسيبهم زي ما هم واعمل بس كنترول. بس نخلي بالنا ان هنا جايين بالالوان القديمه، فانا عايز هنا اخلي بالي ان هنا يبقى ازرق شويه، وهنا نفس الموضوع الدرجه الاغمق. اللي تحت نفس الحكايه كده، وده تمام جميل. يمكن ده مش مستاهل الريديوس العالي قوي، لان هو اصلا رفيع، ودي نفس الموضوع تمام. الاوفست دي لو لعبت فيها هتغير الوهج بتاع الاكسبوجر. نفس القصه في الجاما، بس الجاما بتشتغل كانفرس جاما. عموما هرجع هنا تاني هلاقيه بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين هو ضارب في الازاز، يعني باين انه معدي من تحت الازاز، والدنيا هنا تمام وزي الفل. حلو كده خلصنا من ده. نيجي للي بعده. اللي بعده كانت اللاير اللي كان عليها الأشعة اللي كانت مرسومة فوق حرف الإكس دي. دي عشان نعملها هيبقى ببلجن اسمه سيبر،
ده برضو من موقع فيديو كوبايلوت، وبرضو هرفعه لكم موجود، ودبل كليك بيتسطب وتشتغل عليه عادي جدا. اي بلجن تسطبه قبل الافتر تمام، والا تفتح تقفل وتفتح افتر تاني. هنا هنقول له اس اي بي، برضو ممكن تكتب سيبر وتروح على موقع فيديو كوبايلوت، هو برضو حاطط تيوتوريال حلو قوي عن السيبر بلجن. سيبر بلجن هعمل كنترول واي عشان اجيب سوليد جديده، ودي هسميها بلو لايت، وهخليها سودا لان هو الايفكت ده مبهر قوي، فبيبقى كويس على السوليد السودا. اف 4 وهخليها 3 دي، وعايزها فوق الاكس بالظبط، هو ده دور النال ده. هاخد دي ولينكها مع ده كالعادة P 0 0 0 كده بالظبط مكان النال، R 0 كده فعلا فوق النال بالظبط. لو جيت تغطيه حتى وتقلل الاوباستي هتلاقي السوليد السودا دي بتتحرك معاك مكان ما انت عايز. اقف عند اكتر مكان حرف الاكس فيه واضح تمام اللي هو ده. تعال على السوليد دي وهنرسم ماسك تمام، بس ما تنساش ترجع الاوباستي 100% تاني. وبالمناسبة انت بعد ما ربطتها فك الربط، ونفس القصة هنا ممكن تفك الربط. انا هفك الربط اقول له نان خلاص، انا بس كل الحكاية ان انا بسنطرها في البوزيشن مكان ما انا عايز. امتى هسيبها مربوطة؟ لو كان النال ده بيتحرك وانا عايز الصورة دي تتحرك معاه بس، انما غير كده خلاص. هاخد البنتول واتاكد ان انا على السوليد تمام، والا البنتول ده هيرسم لي شيب، وهكليك هنا 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 كاننا بنعيد كتابه حرف الاكس تاني، بس بايدينا او يدينا. هو اكيد الحرف ده هيظهر اوضح من كده في حتت تمام. بصوا احنا كده لو عملنا كده كانه لازق فوق اللاير اهو، كانه معمول في سينما. هو مش معمول في سينما، لو جينا حطينا دي اسود اهي تمام. ده مين اللي مطلعه؟ الاكسترنال كومبوزيتنج تاج تمام، هو اللي مطلع ده، او هو اللي مطلع لي النال ده. شوف بقى انت يعني، والله لو كنت عملت ايه لو النال ده مش موجود، عمرك ما كنت تظبطها الظبطه دي. المهم نيجي هنا وناخد الحاج صابر، على راي حد عز عليا قوي كان بيقول صابر مش سيفر. البهتان ده ليه؟ البهتان ده على فكره لان لو ضغطنا AA هنلاقي ان اللاير دي بتاكسبت لايت، هي اللي عامله البهتان ده، فهم قايل له اوف، وهنا برضو شادوز كده سيبر نازل بكل تالق زي ما احنا شايفين. بس طبعا هضغط اف 4 والبلند مود بتاع دي هيبقى اد تمام. في سيبر في بريسيتس بالهبل، انت لو غيرت من هنا هتلاقيه بريسيتس كتير جدا 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 للصبح تمام. بس على كل حال انا عايز اقول لسيبر يقرا الماسك اللي انا رسمه ده. لو جينا فتحنا كاستمايز كور هلاقي هنا عندي حاجه اسمها الكور تايب. هل الكور تايب هو اللايت سيبر نفسه؟ لان هو له كنترولز على فكره تمام. انا هقول له لا، انا عايز مجرد ما هقول له layer masks قفش في الماسك تمام. نصلي الفجر ونرجع لكم. طبعا دي البريسيت اللي نزلت، لكن انا هنا عايز اخد وليكن في كتير تمام. انا هختار ده تمام. في بس حاجه كمان، لان هو هيبقى كبير شويه فهروح لبلو، وعندي الكور سايز دي
مصغره شويه عشان التقطيع ده يروح. في هنا افتكر في الكاستمايز كور كان في حاجه اسمها سوفتنس، افتكر كان في هنا سوفتنس، اشوف فيها فين. اي كور سوفتنس ممكن نخلي دي بوينت 2، ممكن نخليها بوينت 5، افتكر بوينت 5 هتبقى كويسة. لو انت مش عايز كل الشيفس دي تبقى ظاهرة عشان تعرف تشتغل، كنترول شيفت اتش، بس خلي بالك هنرجعهم تاني تمام بعد ما نظبط الدنيا دي. عايزين نعزل او نخلي الجلو ده يبقى بره الازاز بس، ممكن اروح هنا في عندي حاجة اسمها الفا مود، انا ممكن اقول له انيبل ماسكس، وهنا بقى اقول له هل هو انفرت ماسك ولا لا. كده يبقى الجلو جوه الازاز تمام، لكن لو قلت له كده هيبقى بره الازاز حسب ما انت عايز. ممكن عايز تعمل واحد جوه واحد بره الدنيا تمام، ممكن اقول له هنا اون ترانسبيرنت، بس انا هقول له هنا حاجه اسمها ماسك جلو مش ماسك كور، هسيب الكور زي ما هي تمام، بس عايز الجلو بس هو اللي ايه اللي يتعمل له ماسك كده. لو خدت بالك شالها من بره، لكن انا عايز الجلو يبقى بره والكور بس اللي تبقى جوه عشان الجلو ده ما يجيش على الازاز. هو ده اللي انا محتاجه، لان لما هعمل كده في جلو من جوه تمام هيجي على الازاز ده لو حابب، مش حابب خلاص ممكن تقول له ماسك كور تمام وبس. انت حابب انا هسيبها كده وهرجع اكمل. فينا عندي السبريد بتاع الجلو، عندي البايس، البايس دي على فكره بيبقى يخلي الجلو قريب قوي من المركز تمام، فانا فعلا هخليه قريب جدا. هنا الكور سايز حجمها تمام. عندي بعد كده هنا ده السايز. في عندي بعد كده هنا الجلو سيتنج، ده الجلو انتنسيتي مالتي بلاير يعني بيزود النسبه دي تمام، هي دي اللي بتزيد. ممكن اقلل ده كده فيقلل المالتيبليكيشن، وانا فعلا عايز اقلله عشان ما يحرقليش السين قوي. هنا الجلو سايز مالتيبلاير ده بالنسبه للسايز، هو ده افتكر هزوده سنه وهطلع هنا للمالتيبلاير ده وازود المالتي. طبعا انت حر بقى براحتك يعني، انت هنا حيث اللعب يعني تمام. هنا ده الكور سايز، افتكر ان انا هعملها كده. السوفتن افتكر تقيل شويه، ممكن 0.3. هنا بقى الهالو انتنسيتي، انا عليت هنا الهالو سايز، افتكر ان هي شويه كده كويسه بس افتكر انها كده تمام. بس ما افتكرش ان انا هعمل اي حاجه تانية. كده خلصنا من البلو بوردر ده، وهنعمل واحد تاني بس في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، وهقول لكم برضو كمان تكنيك احلى للجلو.